السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوينا حالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل الترحيب في قناتكم قناة الجبل والنحل، القناة التعليمية. في فيديو سابق تحدثت فيه حول تجربتي أو تجربة استخدام الفورميك أسيد عن طريق الشرنقة والتبخير البطيء. في هذا الفيديو سنتحدث حول درجات الحرارة وتأثيرها وعملية التفاعل بينها وبين الفورميك أسيد في مكافحة الفاروة. كذلك سنتحدث حول الخلايا المعزولة وهل لها تأثير حول مكافحة الفاروة، وكذلك الخلايا الضعيفة أو المخلخلة هل نستفيد منها أو تكون الجرعة تكمل بعضها وتقضي على الفاروة داخل الخلية. محاضرة قيمة يتطرق فيها الأستاذ محمد الجراح من الأردن حول عدة مواضيع تشمل مكافحة الفاروة بالفورميك أسيد. تكونوا معنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي عبد الرحيم وحيا الله بالجميع. شوف أخي عبد الرحيم، يا موضوع بأن درجات الحرارة ثابتة في الخلية وأن درجة الرطوبة ثابتة في الخلية وكم لتر هوائي فيها وما شابه ذلك، نحن لا نتعامل مع صندوق محكم الغلق لا يوجد فيه مسامات. هذا يجب الأخذ بعين الاعتبار في ذلك، فالأخشاب فيها مسامات ومساماتها متباعدة وتسمح بمرور الرطوبة أو امتصاص الرطوبة من وإلى. الآن لو كانت الخلية تعيش في قفص زجاجي محكم الغلق من كافة الجوانب ولا يوجد هناك فتحة سروح لقمنا بقياس هذه النسب التي تفضلتم فيها من الهواء ومن الرطوبة، ولكن النسب هذه متفاوتة من وإلى، ولكن يعني ثبت علميا بأن درجات الحرارة عندما تنخفض سهل جدا على النحل أن يقوم برفعها، وسهل جدا على النحل أن يقوم بإعادة ضبط درجة الرطوبة. هذا في حال تم فتح الخلية للحظات بسيطة وتم غلقها، لأن الرطوبة تكون متغلغلة أصلا في الأعين السداسية، متغلغلة في الحضنة، متغلغلة في جوانب الخلية. لا تكون الرطوبة على الخلية مباشرة عندما يتم فتحها تخرج، لا، هذا شيء معروف بديهيا يعني، ومعروف بأن النحل يقوم بجمع الماء وتخزينه في الأعين السداسية ليستعين به في وقت اشتداد درجات الحرارة أو طلب النحل لعملية زيادة الرطوبة. الآن موضوع الفورميك أسيد، عندما نقول الفورميك أسيد موجود فيه 70% من الفورميك أسيد، أي بما معنى كل 100 مليمتر موجود فيه 70% من الفورميك أسيد والباقي ماء. إذن الفورميك أسيد بحد ذاته يحتوي على الماء. أيضا موضوع عملية الشهيق والزفير وعملية الاستقلاب وعملية انضاج العسل، هذه توجد رطوبة أصلا. أيضا عملية تدفئة الحضنة فيها توجد درجة حرارة، فالمشكلة ليست في الحرارة الداخلية وإنما المشكلة في درجات الحرارة المحيطة لهذه الخلية. كلما ارتفعت درجة الحرارة الخارجية كلما زاد الضغط داخل هذه الخلية، ويقوم النحل بإخراج الحرارة الزائدة أو الرطوبة الزائدة عن حاجته عن طريق فتحة السروح. نعود إلى موضوع الفورميك أسيد وعملية فتح الخلية. الآن عندما نقول درجة حرارة في الخارج 40 درجة مئوية، هذه تقاس في الظل، أي نعطيها من 3 إلى 6 درجات في الشمس. الخلايا موجودة تحت أشعة الشمس مباشرة، الخلايا غير معزولة تماما أو معزولة. عندما نقول معزولة شيء وغير معزولة شيء آخر، أنت تقول لا فرق، لا، هناك فرق واسع أخي الكريم. لنذهب إلى الخلايا الغير معزولة، هذه تكون أشعة الشمس مسلط عليها مباشرة، مما يؤدي إلى تسخين الغطاء الخارجي وتسرب هذه الحرارة إلى الغطاء الداخلي، والغطاء الداخلي يقوم بتسريبها إلى داخل الخلية، فتكون هنا الحرارة داخلية أصبح. بينما عندما تكون الخلايا معزولة 5 سنتي بوليسترين غطاء حديد، الغلاف الحديدي، هناك غطاء بوليسترين 5 سنتي، البوليسترين لا يمتص الحرارة بل يعكسها 5 سنتي،
لن تتسرب الحرارة من هذه 5 سنتي إلى الغطاء الداخلي، إذن الخلية ما زالت في الوضع الطبيعي، لا يوجد ضغط خارجي على هذه الخلية. لا نقول المعزول شيء أن النفس الغير معزول، هذا غير صحيح. الآن عندما نذهب إلى وضع مادة الفورميك أسيد في الخلايا، لنذهب إلى الخلايا المعزولة، عندما يتم وضع مادة فورميك أسيد فإنها تتبخر وتتسامى بالشكل الطبيعي دون ضغوطات خارجية على هذه المادة، بينما عندما يتم وضعها في الخلايا الغير معزولة وتتعرض إلى درجات حرارة عالية فإن ذلك يؤدي إلى تبخرها بشكل سريع، وربما هذا يؤدي إلى موت النحل واختناقه. لماذا؟ لأن الأبخرة يجب أن تتسامى بشكل بسيط جدا، ناهيك على أن المركبات التي تتكون منها هذه المادة تتفاعل مع بعضها البعض نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، كما أن الماء هو مكونين من أكسجين وهيدروجين، عندما ترتفع درجة الحرارة بشكل كبير جدا يصبح هذا الماء لهب، يعني قابل للاشتعال عندما يتم فصله. فنحن عندما نتحدث عن درجات حرارة نحن نتحدث عن ضغط خارجي وضغط داخلي، الضغط الداخلي لنضعه على حدة هو معروف، يرتفع قليلا ينخفض قليلا يعاود النحل بإعادة ضبطه ويعيده كما هو يحتاج، أما بينما عندما ترتفع درجات الحرارة الخارجي سيؤدي ذلك إلى وجود مشاكل في هذه الخلايا. ولو نظرنا بعين الاعتبار وضعنا إطارات عسل في صناديق معزولة وإطارات عسل في صناديق غير معزولة دون وجود نحل، العسل الموجود في الإطارات الغير معزولة ولا يوجد لديه نحل سينسكب من الخلايا وسينصهر، بينما العسل الموجود في الصناديق المعزولة لن يحدث له شيء. لماذا؟ لأنه لا يوجد تأثير حرارة مباشرة عليه. ولا نقيسها على الإنسان الحيوان، عندما أنت تضع ظل، تضع قبعة على رأسك أو تستظل بشجرة، هل هذا سيكون تأثير الأشعة الشمس كما هو كما تأثيرها على الشخص الذي يقف تحت أشعة الشمس مباشرة؟ لا، هذا فرق واسع وكبير جدا. نأتي إلى الموضوع الآخر، الليتر هوائي. نحن لا نتحدث عن موضوع الليتر هوائي وهذا ليس له علاقة، نحن نتحدث عن إطارات موجودة داخل الخلايا، عرض الخلية 38 سنتي في طول 49 سنتي 48 سنتي و 8 ملي أو 49 سنتي، تمام. الآن هذه الصندوق هذا الفارغ لو قمنا بقياسة الهواء المتواجد فيه ربما لا تتجاوز 50 لتر هواء، بينما عندما يتم وضع الإطارات ستخرج الهواء وربما يتسرب إلى العيون السداسية وبين الخشب وإلى ذلك. هذا ليس موضوع، لا نتحدث عن موضوع عمليات فيزيائية أو كيميائية، نحن نتحدث عن ظروف جوية مواتية أو غير مواتية، وهناك محذرات وتحذيرات لاستخدام هذه المواد العضوية لأنها وجدت فعلا، ثبت علميا بأنها تتفاعل مع بعضها البعض عندما تشتد درجات الحرارة. قم بوضع فورميك أسيد أمامك في درجات حرارة طبيعية جدا منخفضة من 15-13 درجة لا تشتمل رائحة لهذه المادة، قم بوضع هذه المادة في نفس المادة، قم بوضعها في درجة حرارة 35 وضعها بعيد عنك مسافة مترين ستشتم رائحة هذه المادة. لماذا؟ لأنها ستساعد على عملية التبخير. إذن نعود إلى موضوع عامل درجات الحرارة، هو له دور تأثير كبير جدا في عملية التبخير والتسامي وسرعة التبخير على هذه المواد وتأثيرها أيضا على هذه المواد. الشيء الآخر أيضا هي عمليات النحل عندما يقوم بالتخلص من الرطوبة الزائدة فإنه يخرج معه هواء، وعندما يقوم بإدخال أكسجين جديد، هذه العوامل كلها أخي عبد الرحيم والإخوان جميلة غير ثابتة، ولكن هي درجات حرارة مثالية من إلى هكذا يحافظ عليها. لكن لو قلنا النحل حافظ على درجة الرطوبة 67% 32، هل هذه ثابتة؟ أبدا غير ثابتة، غير ثابتة أبدا. هو يحاول المحافظة على درجة حرارة معينة ودرجة رطوبة معينة، ولكن هذه ترتفع وتنخفض، وعملية الانخفاض والارتفاع هذا هو الذي يجعل النحل يعمل على رفع درجة الحرارة أو خفضها، أو رفع درجة الرطوبة أو خفضها، كما أخبرنا يعني بأن هذه الصناديق هي
مخترقة من الرطوبة ومخترقة للهواء يعني وأشعة الشمس. يعني أنت نتحدث عن شيء كتيم محكم الغلق لا يوجد فيه تسربات أبدا. الرطوبة تمتص من الأخشاب، الهواء أيضا إذا كان قوي يدخل في المسامات الخشبية، وخصوصا إذا كانت هذه الأخشاب غير معزولة أو غير مصقولة عليها طلاء. لو قمنا بعين الاعتبار الأخذ بعين الاعتبار لو قمنا بالدخول إلى غرفة محكمة الغلق وقمنا بإغلاقها علينا وقمنا باستخدام الجوال، هل الجوال يعمل؟ نعم يعمل. لماذا؟ لأن الجدار هو مخترق لإشعاعات الراديو، مخترق. نحن على كبشر نحن غير مخترق، ولكن كإشعاعات هي مخترقة. أيضا يقاس على ذلك، هل الأخشاب من الداخل مصقولة زجاج لا تمتص شيء؟ أيضا الزجاج يتمدد عندما يتعرض للحرارة، يتمدد وعندما يتعرض للبرد يتقلص. الحديد أيضا كذلك الشيء، ولكن هل الأخشاب تقاس في الحديد؟ مغلقة المسامات، مساماتها مغلقة أم أنها مفتوحة بعض الشيء؟ حتى الأخشاب بينها وبين بعضها هناك اختلاف كبير. يعني الأخشاب البيضاء تمتاز باتساع مساماتها، الأخشاب التي قاسية كأخشاب السويد أخشاب المجانيم هذه تمتاز بقساوتها. لماذا؟ لأنها ذات مسامات شبه متماسكة ومتراسخة، وهناك ثغور قليلة جدا في هذه المسامات. نأتي إلى الشق الآخر، وهو ما هي الفائدة من الفورميك أسيد إذا كان نزل نزولا وخرج من فتحة السرم؟ نعم، ما فائدة الفائدة؟ نحن هنا لا نقوم، نحن لا نعمل على إيجاد مركب أو خلق مركب معين، نريد تفاعل ما بين هذا وهذا حتى نستطيع الحصول على المركب شيء معين أو شيء معين. الغاية من وضع الفورميك أسيد هو لقتل هذا الأكروس، يعمل على تبخير الخلية من الأعلى إلى الأسفل ومن الجوانب كلها، تكون الخلية مشبعة بأبخرة الفورميك أسيد حتى نستطيع من قتل هذه الأكروسات المتواجدة داخل الأعين الثلاثية أو على الأخشاب أو على الجوانب أو على أرضية الخلية. إذن الغاية هي وصول هذه الروائح إلى كافة أقطار الخلية، لا يهمني هل هي خرجت أم لم تخرج، ولكن يهمني أنها تسامت إلى كافة محتويات هذه الخلية. كم هواء فيها، كم نحل فيها، هذا لا يهمني. يهمني بالأول والأخير هو أن تتسامى هذه الأبخرة تساميا طبيعيا، ليست نتيجة ضغط عالي من درجات الحرارة، وإنما تبخرت بشيء طبيعي بشكل طبيعي ووصلت إلى كافة أرجاء الخلية حتى وصلت إلى هذه الأكروس، وقام الأكروس باستنشاقه وقتله. نحن نبحث عن ماذا؟ نبحث عن قتل هذه الأكروس، ولا نبحث عن إيجاد مركب كيميائي جديد أو نبحث عن إيجاد عنصر جديد نريد قياس اللتر وما لتر هواء. هذا ليس له علاقة، ليس له علاقة أبدا. هذه الضغط هذا يستخدم للطائرات، يستخدم للإطارات ضغط الهواء، لكن لا يستخدم لخلية. أيضا خروج النحل عندما يقوم بالخروج بكميات كبيرة ودخوله بكميات كبيرة أثناء عملية السروع، هو يجلب معه رحيق ويجلب معه حبوب لقاح. أيضا هذه الحركة الدخول والخروج من الخلية تحدث تيارات هوائية، نحن كنحالين كبشر لا نستشعر بها، وإنما هي كحشرة تستشعر بها. فتحة مسامة صغيرة جدا فيها الخلية تؤدي إلى وجود تيارات هوائية. أهم شيء في الموضوع أخي عبد الرحيم والإخوان جميعا بأن ضغط الخلية غير ثابت، ولو كان ثابتا لحدده العلماء وقال بأن مثلا درجة الحرارة يجب أن تكون 30 35 33، إذا تغيرت هذه الحرارة سيموت النحل، ودرجة الرطوبة يجب أن تكون 67 فرضا، ولكن درجة الرطوبة هي تصل في بعض الأحيان إلى 65 وتصل في بعض الأحيان إلى 70 62 63، هذه يعني موجودة وملاحظة. لو كان هناك تأثير كبير عليها كضغط أدت إلى وجود مشاكل لدى النحل. وأعود وأكد أنه نتعامل مع صندوق مع كائنات حية، ليس شيء صناعي.
يعني نقول إطار المركبة يحتاج ضغط هواء 35، إذا زاد 36 37 في بعض الأحيان يصل إلى 40 لا بأس، ولكن ستشعر في خلل. وإذا انخفض إلى 20 سيكون هناك الإطار طري ولا يعمل بشكل صحيح. هذا ما هذا مصنع، ولكن هذا مخلوق. يعني ربما تكون درجة الحرارة مثالية في الخلية، ربما تكون على سبيل المثال 33 درجة مئوية وهناك ارتفاع في نسبة ثاني أكسيد الكربون. هل نقول هذه الدرجة مثالية؟ لا، سيقوم النحل بإخراج ثاني أكسيد الكربون وإدخال الأكسجين. في هذه المرحلة أثناء عملية ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين سيحدث هناك تيارات هوائية داخلية. أنت لو قمت بوضع يدك على ظهر الإطارات ستجد أن هناك حرارة متصاعدة. لماذا؟ إذن النحل يعمل ويقوم بتدفئة الحاضنة ويقوم بإيجاد رطوبة. إذن الرطوبة لو كانت ثابتة ويحافظ عليها النحل لما قام بالعمل على ذلك، أو الرطوبة أو الحرارة لما قام بالعمل على ذلك، وإنما هو يعمل على إيجاد الرطوبة التي تناسبه وتناسب عشاش الحاضنة حتى يكون هناك ظروف جوية وبيئية صحيحة لفقس هذه اليرقات والحفاظ على العسل وحبوب اللقاح والشمع من التلف أو إصابته بشيء معين. حياك الله أخي عبد الرحيم وحيا الله بالجميع.